جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن كيفية المسح على الشراب، جزاكم الله خيرا. المسح على الشراب كالمسح على الخفين، بأن يضع أصابعه أصابع يديه مبلولة بالماء، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجليه، ويمرهما إلى ساقيه مرة واحدة، بشرط أن تكون الجوارب ساترة في الرجلين وافية على الكعبين وما تحتهما، لا يرى من ورائهما لون الجلد أو يكون فيهما شقوق وخروق واسعة يظهر منها بعض الرجل، فإن هذه الجوارب لا يصح المسح عليها لأنها غير ساترة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك مدة معينة شيخ صالح تذكرونها لصاحب هذا السؤال يحفظكم الله؟ يعني للتيمم للمسح على الشراب. للمسح على الشراب، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. طيب. بالنسبة للمقيم يوما وليلة، نعم، حدد له يوما وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. جزاكم الله خير. هذه هي المدة للمسح. نعم. إذا صادف وخلع الشراب في هذه المدة، خلال هذه المدة، ما الحكم شيخ صالح؟ إذا خلع الشراب أو أحدهما بطل وضوءه، فلا بد من استئناف الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.